السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه هو الاوبن بيم؟ الاوبن بيم هو اوبن بيلدينج انفورميشن مانجمنت. دي اسلوب من اساليب التصميم التعاوني عشان نقدر نعمل المباني بطريقة حديثة وعلى معايير مفتوحة مش خاصة بشركة معينة. المبادرة دي من بيلد سمارت. ديت مجموعة من الشركات الخاصة بالتكنولوجيا اجتمعت وقالت احنا هنعمل هيئة عالمية تنسق ما بيننا بحيث ان احنا نقدر نتبادل البيانات ونتبادل المشاريع ما بيننا، بحيث ان احنا نقدر نشتغل على برنامج ونكمل شغل على برنامج اخر، او تكون الشركة بتشتغل اكتر من ديسيبلين، فممكن تكون مثلا بتشتغل تكلا مثلا في الانشائي وشغالة ريفت معماري وشغالة اي برنامج تاني ميبي. طيب هل الموضوع ده مفيد؟ اه طبعا مفيد، ان انت ما بقتش محكوم ان انت تشتغل كل حاجة ببرنامج معين، لا تقدر ان انت تتبادل المعلومات مع شركات شغالة ببرامج مختلفة تاخد احسن حاجة من كل حاجة. فالاوبن بيم هو لغة مشتركة لتبادل المعلومات داخل فريق مشروع متعدد التخصصات. فهيفيدك في ايه؟ هيفيدك ان انت تقدر تكمل الشغل باي برنامج، تقدر تتعامل مع شركات تانية، لان لو انت شغال بكلوز بيم او شغال باي اسلوب اخر مش هتشتغل غير على الامتداد تبع البرنامج. يعني انت شغال ريفت خلاص ار في تي، شغال اركاد بالامتداد بتاعه مش هتقدر تقول ايه انا هكمل شغل على برنامج اخر، تيجي تفتحه ويقولك انا ما اعرفش ده بتعمل ازاي، ما فهمش هو ايه. فلذلك الاوبن بيم هيخليك تتبادل المعلومات بين البرامج، تقدر تصدر الشغل بتاعك لاي حاجه. ممكن مثلا تكون انت شغال في كوبري، فالكوبري ده بيشتغل على برنامج معين وعايز تدخله على برنامج تاني من برامج المباني مثلا، فتلاقي لا الموضوع بقى صعب. فالاوبن بيم هو العلاج والترياق للبرامج الاحتكاريه اللي هتحكمك في اداه واحده. هي دي الطريقه ان انت تقدر تاخد الشغل من برنامج او من اسلوب وتكمل عليه في مكان اخر. ده طبعا من خلال امتدادات زي امتداد الاي اف سي، حس ان انت تقدر تعمل لينك مع ملف اي اف سي، تقدر تصدر الاي اف سي، تقدر تستورد من الاي اف سي.